كنظن انك شو مقابله راه فريق كنا لعبنا ضد فريق خصم مباشر، كانت عندنا مقابله ديال الموسم، درنا المجهود ديالنا، درنا لي فور باش نفرحوا الجماهير اليوم ان شاء الله، وكنا باغيين نديروا واحد 3 بوا اللي غادي تحقق لنا الصعود رسميا ان شاء الله. باقي لنا مقابله نقطه فهي غادي تعطينا الصعود ان شاء الله، حنا غادي نمشيو نتقاتلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في التشيره باش نجيبوا الصعود ان شاء الله ونفرحوا الجماهير. كنتمنوا ان شاء الله يا ربي ما يخيبناش ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونديروا مجهودنا ونفرحهم في الدوره الاخيره ان شاء الله. ناخذ نقطه اليوم احسن من والو، كيفاش غتستعدوا للمقابله ديال الشيخ؟ وكيف ما كتعرف دابا حنايا بقى لينا والو على الصعود، غادي نمشيو للمقابله الجايه ان شاء الله، غادي نديروا اللي علينا ونجيبوا انتصار ولا تعادل اللي غادي يخول لينا نطلعوا ان شاء الله البريمير ديفيزيون، يكون خير ان شاء الله، وحنا راه ديما كنديروا اللي علينا. العز خويا الرحمن الرحيم، كما قلتي بقات مقابله وحده، الدراري كاملين هذا العام تعذبوا، كنا عارفين بان بلاصه الدفاع الحسني الجديد ماشي هو القسم الثاني. اول حاجه كنعتذروا للجمعه الجديده على السنه الطارئه اللي نزل الفريق لهذا القسم. هذا العام بقى لنا هذه المقابله كما قلتي غنحطوا فيها ارواحنا ان شاء الله، نقطه كما قلتي كتحقق لنا الصعود، مي حنا غنمشيو ان شاء الله باش نحققوا انتصار، الامور بيدينا، انتصار ولا تعادل يحقق لنا الصعود ونفرحكم كما قلتي بمناسبه العيد المبارك. غنقول لك في بدايه الموسم كانت صعيبه علينا بزاف، حنا نقول لك ما دوزناش الصيف، كنا كنتعذبوا، كل واحد كيقول كلمه من هنا كلمه من هنا ما تتقبلهاش، مي مع ذلك انا بالنسبه لي اصعب سنه كرويه دازت لي السنه الماضيه، مي الحمد لله بشويه بقينا كنرجعوا الثقه ديالنا، وكان عندنا مجموعه نقول لك كلهم ولاد الناس الدراري كاملين بحال العائله، وهذاك الشيء راه كيبان في التيران بحال اللي يلعب بحال اللي ما يلعبش، المهم هو عندنا هو تحقيق ثلاث نقاط بالنسبه لفريق الدفاع الحسني الجديد. كنشكروا وكنبغيو ديما يكون معنا بحال هكا، حنا كنبغيو ديما الجمهور الجديد هنايا، اليوم شنا عائلات اللي كنا كنفتقدوهم شحال هذه اليوم جاو، حنا كنبغيو ديما العائلات، تنبغيو دوز المباراه في اجواء عاليه، ما كتشوف عائله وكتشوف هذاك الشيء كتحط كل شيء اللي عندك، وان شاء الله نطلبوا منهم يبقاو مساندين حتى الاخر رغم ما نخيبوش الامل ديالهم ان شاء الله.